حدوتة أوشو مع محمد هنيدي. كان يا مكان يا سادة كرام، حاجات جواها حلم نعيشه بجد، يبقى مفيش غير حكايات أوشو. احنا جيل بيتعصب ولا بيتضايق، فكك نفط خليك كول، اي مشاكل ليها حلول. وشو هو اللي فهمنا، هيعلمنا وهيفهمنا، وهنسمع حكاياته في حواديت بتاعت جيلنا وفيها المفيد. كان يا مكان يا سادة يا كرام، حكايات جواها حلم نعيشه بجد، يبقى مفيش غير حكايات أوشو. كان يا مكان أوشو. يا أوشو. نعم يا ماما. أنا رايحة مشوار مع طنط ألفت وممكن أتأخر شوية، معلش يا حبيبي، هتقعد لوحدك لحد ما أرجع. لا براحتك على الآخر يا ماما، ما تقلقيش عليا، أنا كبير وتقدري تعتمدي عليا. عايزاك تقعد تذاكر وما تعملش دوشة، ولو رجعت لقيتك ما بتذاكرش مش هتروح الرحلة بتاعت يوم الجمعة. لا 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 لا، كل الرحلة والنبي يا ماما، أوعدك إنك لما هترجعي هتلاقيني خلصت الكتب كلها. ماشي يا أوشو، أما نشوف. خد بالك من نفسك، مع السلامة. مع السلامة يا ماما، مع السلامة. أما روح بقى ذاكر زي ما ماما قالت لي. يا سلام عليك يا لعيب يا كبير، هوبا، خطيرة خطيرة خطيرة، وجول جول جول جول. المايسترو أوشو يسجل هدف ولا أروع. يا نهار أبيض يا نهار أبيض، يا سلام عليا، تسلم رجليا. أديني بقى اتدربت اهو عشان لما نلعب كرة في الرحلة محدش يقدر يكسبني. إيه ده، مش معقول تكون ماما رجعت بالسرعة دي، يا ترى مين اللي بيخبط على الباب؟ أيوة أيوة جاي. سلام عليكم يا أوشو. أهلا وعليكم السلام ورحمة الله، ازيك عم طارق؟ الحمد لله يا أوشو. أكيد حضرتك عايز بصلتين، ما انتوا بتستلفوا مننا حاجات كتير. اشمعنى بصلتين؟ أصل تمت سوسن مرات حضرتك على طول بتيجي تطلب من ماما بصلتين، أكيد هي بعتت حضرتك بقى عشان عايزهم، صح؟ ثانية واحدة، أجيب لك توم معاهم كمان؟ لا يا أوشو، أنت فاهم غلط. يا عم طارق ما تكسفش، ماما قالت لي الجيران لبعضيها، تحب أجيب لك طماطماية مع بصل، أقول لك تعالى كل عندنا. يا ابني اديني فرصة فهمك، أنا مش عايز بصل ولا طماطم. أمال حضرتك عايز إيه؟ أنا عايز أنام. عندنا؟ لا عندنا. طب ما تنام حضرتك، انا مش فاهم في المشكله. طب سيبني اتكلم وانت تفهم. طب اتكلم حضرتك براحتك، يلا عقبال ما اخش اجيب لحضرتك البصلتين. يا حبيبي يا حبيبي، انا مش عايز بصل، انا راجع من الشغل تعبان وعايز انام، وكل ما انام صوت الخبط والرزع اللي جاي من عندكم يصحيني، فهمت؟ انا كده فهمت، بس هو في سوء تفاهم صغير حضرتك، هو صوت الخبط والرزع ده مش من عندنا. الله، ازاي بقى؟ زي ما بقول لحضرتك، بابا في الشغل وماما مش هنا وانا قاعد لوحدي، يعني مفيش حد ممكن يلعب معايا ويعمل دوشة. اقول لك يا انكل، انت عارف مين اللي ممكن يكون عامل الدوشة دي؟ مين يا اوشو؟ الواد لؤي. لؤي اللي ساكن تحتينا؟ ايوه هو يا عم. مستحيل يا اوشو، ده ساكن تحتينا والخبط كان على السقف بتاعنا، هيعمل كده ازاي وهو تحت؟ ايوه يعمل، اصله شقي قوي يا عم، وشقي قوي، ده ممكن يعمل اكتر من كده. طب انا هنزل اشوف. لا لا لا، ملوش لزوم تنزله، هو طالما سكت يبقى نوم خلاص. اتفضل بقى انزل حضرتك، وانا متاكد انه مش هيلعب كره تاني. على ضمانتك يا اوشو. على ضمانتي يا عم، ما تقلقش. أوشو 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 أوشو، أجمل ما في الرحلة وما حدش هيحوشو. يا سلام، حلوة قوي الأغنية ديت، أما شوف بقى أغنية تانية عشان يشغلها في الأوتوبيس بتاع الرحلة. يو بقى، أنا مش عارف أجهز للرحلة بسبب الجرس ده. إيه ده، أنا ما صدقت ماما نزلت. أيوة يا أوشو يا أوشو، حرام عليك. حرام عليا إيه بس يا عم طارق، ما أنا اتحايلت على حضرتك تاخد البصلتين المرة اللي فاتت وإنت اللي مرضتش، شفت أديك طلعت تاني. ثانية واحدة بقى أجيب لك البصلتين. مش عايز بصل، والله ما عايز بصل. أمال حضرتك عايز إيه؟ عايز أنام
والله العظيم عايز انام يا اوشو، ومش عارف بسبب صوتك وصوت الطبلة. ده مش صوتي يا عمو، ده صوت الواد لؤي. قلتلك يا سلام، للدرجة دي صوت لؤي شبه صوتك؟ طب لو افترضنا كلامك صح، ايه اللي هيخلي لؤي يغني ويقول اوشو اوشو ومحدش هيحوشو؟ ايه اصل هو بيحبني قوي بصراحة يعني، وواخدني بالنسبة له قدوة. طب ايه رأيك بقى ان عرفت ان لؤي اصلا مسافر بقاله اسبوع؟ ما انا عارف، ما هو سلم علي قبل ما يمشي. بتقول ايه؟ قصدي يعني اكيد ما سافرش ولا حاجة، وهو اللي عامل الدوشة دي بصراحة. يا اوشو بقولك مسافر من اسبوع، هيعمل الدوشة دي ازاي؟ على فكرة بقى، لو مش مصدقني ممكن تسأله لما يرجع من السفر، وهو هيقولك انه هو اللي كان عامل الدوشة. ماشي يا اوشو، انا هستنى لما يرجع وهسأله. يا دي الباب وسنين الباب، دي اكيد عمو طارق. نعم يا عمو. ايه ده ماما؟ مالك يا اوشو، انت كنت نايم ولا ايه؟ لا ابدا ابدا، انا كنت بذاكر. ويا ترى ذاكرت ايه؟ ذاكرت رياضة وحساب وماس. ايه؟ قصدي يعني رياضة وعربي وانجليزي. هو حضرتك هتسمعيني ولا ايه؟ لا مش دلوقتي، هسمع لك يوم الجمعة الجاية. حلو قوي حلو قوي. يوم الجمعة ايه؟ جمعة ايه ماما؟ يوم الجمعة هبقى راجع من رحلة تعبان. ليه؟ ما هو انت مش هتروح الرحلة اصلا. ليه بس يا ماما؟ انا غلطت في ايه؟ غلطت غلطتين، كدبت ومحترمتش حق جارك عليك، قعدت تلعب بالكورة وتغني وتطبل وما ذاكرتش زي ما قلتلك، ومحترمتش حق الجيرة وقعدت تضايق جارك وما خليتوش يعرف ينام رغم انه جاه وطلب منك كده. هو عمو طارق اشتكى لحضرتك؟ مش عمو طارق اللي اشتكى. امال مين؟ ده لؤي اللي اشتكى. ها؟ لؤي يا اوشو. هو كمان قالك على لؤي؟ ماشي يا عمو طارق، ابقى شوف بقى مين هيديك البصلتين.